بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، والنفاق كالكفر. يحصل إليه قبل جملة، والنفاق كالكفر، نفاق دون نفاق. والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق. ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، كما يقال الشرك شركان، شرك أكبر وأصغر. وفي صحيح ابن أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله. كلمات. فقال: ألا أعلمك كلمات إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن. وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب، وإن كان معه بعض أجزائه، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنفاق كالكفر، نفاق دون نفاق. المعنى أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر يخرج من الملة، وهو النفاق الاعتقادي الذي يكون في القلب، ونفاق أصغر لا يخرج من الملة وهو نفاق العمل. فالأول مثاله تكذيب الله أو تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، المسرة في انخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، الكراهية لانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه أنواع النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يخرج من الله. والثاني نفاق نصر هو نفاق العمل، كالكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والفجور في الخصومة والغدر في العهود. والكذب في الحديث كما في الحديث إذا آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فالنفاق نفاقان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. والنفاق الأكبر ينافي الإيمان، لا يمكن أن يجتمع الإيمان. إذا وجد النفاق الأكبر زال الإيمان، وإذا جاء الإيمان زال النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر والنفاق العمل يوجد مع الإيمان، يوجد مع الإيمان، يمكن أن يكون الإنسان مؤمن ومعه نفاق عملي، لأنه النفاق العمل معاصي، ويتنقص الإيمان وتضعف الإيمان. وكذلك الكفر، الكفر كفران، كفر يخرج من الملة، مثل الكفر التكذيب والجحود، كفر الإباء والاستكبار، كفر الشك والظن، كفر النفاق، كفر الإعراض، هذا يخرج من الملة، هذا لا يجتمع الإيمان. إذا وجد الكفر الأكبر زال الإيمان، وإذا وجد الإيمان زال الإيمان، وإذا وجد الإيمان زال الكفر الأكبر. والثاني نفاق الكفر الأصل هو كفر العمل، وما جاء في النصوص تسميته كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، مثل الطعن في النسب والنياحة على الميت، كما في الحديث: اثنتان في النسب وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. مثل إذا أجر من أخيه بكفر ويقول: يا كافر. إذا قال رجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهم. مثل القتال بين المسلمين: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر عمل أصغر لا يخرج من الملة، يوجد مع الإيمان لكنه يضعف الإيمان وينقص الإيمان. وكذلك الشرك، شرك أكبر يخرج من الملة، كان
يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كان يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يطوف بغير بيت الله تقرب لذلك الغير أو ينذر لغير الله أو يركع لغير الله أو يسجد لغير الله. والثاني الشرك الأصغر. الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، إذا وجد الشرك الأكبر زال الإيمان، وإذا وجد الإيمان زال الشرك الأكبر. والثاني الشرك الأصغر وهي المعاصي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا، مثل الحلف بغير الله في القول ما شاء الله وشئت ولولا الله لولا الله وأنت، ومثل تعليق التمائم وما أشبه ذلك مما ورد تسميته شركا ولا يصل حتى الشرك الأصغر. هذا يجتمع مع الإيمان، يكون الإنسان مؤمن وإن كان معه شرك الأصغر، لكنه يضعف الإيمان وينقص الإيمان. وكذلك الظلم، الظلم قسمان، ظلم أكبر وهو ظلم الكفر، هذا يخرج من الله كقوله سبحانه والكافرون هم الظالمون، هذا لا يوجد مع الظلم الأكبر، لا يوجد مع الإيمان. إذا وجد الظلم الأكبر زال الإيمان، وإذا وجد الإيمان زال الظلم الأكبر. وهناك ظلم أصغر وهو ظلم المعاصي، نقول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهذا ظلم المعاصي يجتمع الإيمان لكن يضعف الإيمان. والفسق كذلك فسقان، فسق أكبر وفسق الكفر، يقول تعالى وما يكفر بها إلا الفاسقون ولكن كثيرا منهم فاسقون، هذا فسق الكفر. يقول تعالى عن إبليس إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني فسق فسوق كفر، هذا يخدم الملة ولا يجتمع الإيمان. إذا وجد الفسق الأكبر زال الإيمان، وإذا وجد الإيمان زال الفسق الأكبر. والثاني فسق الأصل أو فسق المعاصي، قل تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، قل تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا فسق الأصل فسق المعاصي يوجد مع الإيمان، يضعف الإيمان وينقص الإيمان. وهذا هو الصواب، هذا تقسيم الكفر الى اصغر واكبر، والشرك الاصغر واكبر، والنفاق الاصغر واكبر، والظلم الاصغر واكبر، والفسق الاكبر واصغر، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، وهو معتقد اهل السنه والجماعه. اما المرجئه ما يقسمونه، ما عندهم الا قسم واحد، الا شرك اكبر كفر اكبر، ما في الا الشرك الاصغر والنفاق الاصغر والظلم، كل هذا يقولون تسويه مجازيه، ما فيه إلا شيء واحد، شرك واحد والذي خدم منه، كفر واحد والذي خدم منه. أما الأصغر هذا يسمونه تسمية مجازية، هذا غلط، ما في مجاز، كله حقيقة. استدل المؤلف رحمه الله على أن الشرك يكون شرك الأصغر لا يخدم منه بما في صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام ألا وعليه كلمات إذا قلتها نجوت من دقه وجلة، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده وأبو السني وابن السني في عمل اليوم والليلة والهيثمي في مجمع الزوائد وحسنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. وهذا في هذا الدعاء كفارة لما يحصل لسبب من الشرك الأصغر الذي لا يعلمه. وكذلك أيضا استدل على وجود الشرك الأصغر حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. هذا والشرك الحلف لا شرك الأصل لا يخرج من الله. يقول المؤلف رحمه الله وبهذا يتبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزاء الإيمان، كما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن والسارق وشارب الخمر، نفي عنه الإيمان لماذا؟ هل هو كافر الزاني والسارق؟ لا ليس بكافر، لكن نفي عنه لكونه انتفى كمال الإيمان الواجب. الواجب عليه نترك المحرمات كالزنا والسرقة والخمر، ترك هذا الواجب وفعل الزنا والخمر فنفي عن اسم الإيمان بكونه ترك واجبا من واجبات الإيمان.
وهو ترك الزنا، ترك محرمات الكبائر، ترك الزنا، ترك السرقة. وإذا نفي عنه كبر الإيمان الواجب بقي معه أصل الإيمان، أصل الإيمان بقي مع الزاني والسارق، ولهذا لا يقتل الزاني والسارق، ولو كان كافرا لوجب قتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه ويرث ويورث، ولو كان كافرا لم يحصل توارث بين الزاني وبين أقاربه المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وبهذا يتبين أن الزاني ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، ذهب بعض الإيمان وبقي بعضه، بقي أصل الإيمان وانتفى كماله الواجب. نعم. وبهذا يتبين، وبهذا يتبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب، وإن كان معه بعض أجزائه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فإن صيغة أنا ونحن ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك، فإن صيغة أنا ونحن ونحو ذلك، فإن صيغة أنا ونحن ونحو ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك يتناول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب. ومن هنا قيل: إن الفاسق الملي يجوز أن يقول هو مؤمن باعتبار يجوز إيش؟ ومن هنا قيل: إن الفاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار، ويجوز أن يقال ليس مؤمنا باعتبار. وبهذا يتبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة. ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس مثلنا، أو ليس من خيارنا، وقال: هذا تفسير المرجئة. وقالوا: لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق به الخلود في النار، تأويل منكر كما تقدم. فلا هذا ولا هذا. نعم. والمؤلف رحمه الله بهذا يتبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه. بهذا يعني إذا كان النفاق ينصب إلى أصغر وأكبر، والشرك إلى أصغر وأكبر، والظلم إلى أصغر وأكبر، والفسق إلى أصغر وأكبر، يتبين أن الشارع ينفي الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض الأجزاء، لأنه إذا فعل الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر أو الظلم الأصغر أو الظلم الأصغر أو الفسق الأكبر وفعل بعض الكبائر ترك واجبات، والواجب إذا تركه الإنسان نقص إيمانه وضعف، فيبقى معه أصل الإيمان وينفع عنه الكمال الواجب. الواجب على الإنسان أن يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، فإذا لم ترك المحرمات كالزنا والسرقة وشرب الخمر نقص إيمانه وانتفع عنه كمال الإيمان الواجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني المؤمن. نفع عنه الإيمان لماذا؟ فالإيمان ينفع عن الكافر، فيقال الكافر ليس بمؤمن، وينفع عن العاصي الذي انتفى عنه كمال الإيمان الواجب. والزاني عاصي ليس بكافر، وكذلك السارق وشارب الخمر معه أصل الإيمان لكن ترك الواجب، ويجب عليه نترك المحرمات والكبائر، وهذا فعل الكبائر ونترك المحرمات فنفي عنه الكمال الواجب. وإن كان معه بعض أجزاء، معه أصل الإيمان وشيء من الإيمان، فتجد الزاني والسارق وشارب الخمر من عنده أصل الإيمان، مصدق مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، فتجده يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ما هي أليس هذه من الإيمان؟ يبر والديه ويصل رحمه، لكن فعل الزنا لغلبة الشهوة والهوى والشيطان، أو فعل السرقة، أو فعل شرب الخمر، هل يقال أنه كافر؟ لا، بل هو مؤمن معه
بعض أجزاء الإيمان ولكن ضعف إيمانه ونقص فصار فاسقا. وكذلك الحجر رواه الشيخان وغيرهما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا, وفي لفظ من غش فليس منا, ومن حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وأحمد في مسنده وغيرهما. قولوا فليس منا, ما معنى فليس منا؟ المؤلف رحمه الله يقول صيغة أنا ونحن ونحوها من ضمير المتكلم في مثل ذلك تتناول النبي صلى الله عليه وسلم وتتناول المؤمنين معه الإيمان المطلق. ليس منا يعني ليس من المؤمنين إيمانا مطلقا, ولكنهم من المؤمنين الذين معهم مطلق الإيمان. فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي أدى صاحبه الواجبات وترك المحرمات, هذا يقال عنه إيمان مطلق. وأما مطلق الإيمان فمعناه أصل الإيمان, معه أصل الإيمان وإن نفي عنه كماله. فإذا جاء صيغة أنا أو نحن مثل من غش فليس منا, من حمل عن السلاح فليس منا, هذه الصيغة تتناول من؟ تتناول النبي صلى الله عليه وسلم وتتناول المؤمنين معه إيمانا مطلقا, يعني إيمانا كاملا أديت فيه الواجبات وتركت المحرمات. وهذا الإيمان المطلق يستحق به صاحبه ما هو؟ يستحق به الثواب وينجو من العقاب. المؤمن الموحد إذا أدى الواجب وترك المحرمات يستحق بهذا الإيمان أي شيء؟ الثواب والنجاة من العقاب. وهذا حق العباد على الله, كما في حديث معاذ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله, قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالذي لا يشرك بالله شيئا هو الموحد, الذي أدى الواجبات ترك المحرمات هذا يستحق على الله الثواب بلا عقاب. وهذا الحق لم يوجبه على الله أحد, ولكن الله أوجبه على نفسه تكرما منه وتفضلا وإحسانا. فإذا جاء من قوله ليس منا معناها ليس من المؤمنين الكمل الذين أدوا الواجبات تركوا المحرمات. يقول المؤلف ومن هنا قيل إن فاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار, ويجوز أن يقال ليس منا باعتبار. الفاسق الملي, الفاسق هو الخارج عن طاعة الله, ما هو الفاسق الذي فعل كبيرة, الفاسق هو الذي فعل كبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر يقال له فاسق. هل يطلق عليه الإيمان أو لا ينفع أو لا يطلق عنه الإيمان؟ هل يقال مؤمن أو يقال ليس بمؤمن؟ قال المؤلف في تفصيل, إذا قلت بالفاسق الزاني والسارق وشرب الخمر مؤمن تكون غلطان, وإذا قلت ليس بمؤمن تكون غلطان. إذا ماذا عمل؟ من قال إن الزنا الزاني مؤمن وسكت يكون غلطان, وإذا قال ليس بمؤمن يكون غلطان. كيف إذا ماذا أعمل؟ إذا أثبت تكون غلطان وإذا نفيت تكون غلطان, ماذا أعمل؟ إنه قيد, قيد في الإثبات وفي النفي. هات الإثبات, شوف في الإثبات مؤمن ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة, وفي النفي لا تقول ليس بمؤمن, تقول ليس بصادق الإيمان, ليس بمؤمن حقا. لماذا؟ لأنك إذا قلت الزاني مؤمن وسكت توافق من؟ توافق المرجح اللي يقولون المعاصي ما تضر مع الإيمان, وإذا قلت ليس بمؤمن توافق من؟ توافق الخوارج الذين يقولون يكفر. إذا ما في حيلة للخروج عن هذين المذهبين الباطنين إلا بالتقييد في النفي والإثبات. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله ومن هنا قيل إن الفاسق الملي, ما معنى الملي؟ الذي هو داخل في ملة الإسلام, يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار ويجوز أن يقال ليس مؤمنا باعتبار. هو مؤمن باعتبار أن معه أصل الإيمان, وليس بمؤمن باعتبار أنه ليس معه كمال الإيمان الواجب. فهي مؤمن باعتبار وليس بمؤمن باعتبار. يقول المؤلف رحمه الله وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا, بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة.
فالرجل قد يكون مسلم، ما هو اللي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن ولا يسمى منافق؟ من هو؟ ما هو هذا؟ المؤمن العاصي، المؤمن العاصي مرتكب الكبيرة يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن ولا يسمى منافق. لا يسمى منافق لأنه يسمع النفاق، ولا يسمى مؤمن لأنه عاصي. لا يسمى مؤمن بالإطلاق إلا إذا أدى الواجب وترك المحرمات. فإذا فعل معصية يقال إيش؟ يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، لا يقال إنه مؤمن ولا يقال إنه منافق. فإذا أدى الواجب وترك المحرمات صار يسمى مسلم مؤمن. إذا قصر في الواجبات وفعل المحرمات يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. ولهذا يقول وله في هذا يتبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه أصل الإيمان. ما هو أصل الإيمان؟ أصل ما الذي يصح به إيمان؟ يكون مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، دون حقيقته الواجبة. حقيقة الواجبة أن يؤدي الواجبات وترك المحرمات. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس مثلنا أو ليس من خيارنا، يعني في تفسير حديث من غش فليس منا، من حمل عليه السلاح فليس منا. فسره بعضهم قال ليس مثلنا أو ليس من خيارنا. الإمام أحمد يقول إيش؟ هذا تفسير المرجئة. وقالوا يعني الإمام أحمد وغيره من الأئمة لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الذين فسروا وقالوا ليس منا ليس مثلنا، طيب إذا ترك كبير هل يصير مثل الرسول؟ لا، ما يلحق الرسول. هل يصير مثل الرسول والصحابة؟ ما يصير مثلهم حتى ولو لم يفعل كبيرة. وهذا تبين المعنى ليس منا يعني من المؤمنين الإيمان المطلق، وليس المراد أن يكون مثل الرسول. لا يمكن أن يكون مثل الرسول، ولا يمكن أن يكون إيمان مثل إيمان الرسول عليه الصلاة والصحابة. ولهذا أنكر الإمام أحمد بفسق قول ليس منا أليس مثلنا أو ليس من خيارنا، قالوا هذا تفسير الجهمية. وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود في النار. الخوارج والمعتزلة يقولون إذا فعل كبير خرج من الإيمان بالكلية ودخل في الكفر عند إيش؟ عند الخوارج. ولم يدخل في الكفر وصار في مزرعة بين المزرعتين عند المعتزلة، ويخلد في النار عند الطائفتين. أنكر الإمام أحمد تفسير الخوارج وأنكر تفسير المرجع. تفسير المرجع قال ليس منا ليس مثلنا، هذا منكر. تفسير الخوارج ليس منا يخرج من الإيمان بكلية، قالوا هذا تأويل منكر كما تقدم. فلا هذا ولا هذا، الإشارة تعود إلى مين؟ فلا هذا تفسير المرجع ليس منا، ولا هذا تفسير الخوارج. فلا هذا تفسير الخوارج ليس منا ليس مثلنا، ولا هذا تأويل الخوارج ليس منا ليس من المؤمنين بل هو من الكفار. لا هذا ولا هذا، لا تفسير الخوارج ولا تفسير. إذا ماذا نقول؟ تفسير الخوارج ليس مثلنا، تفسير المرجع ليس مثلنا ليس من خيارنا، هذا غلط. وتفسير الخوارج ليس منا ليس من المؤمنين بل هو من الكفار. إذا الصواب أن نقول ليس مثلنا ليس من المؤمنين إيمانا مطلقا، بل هو من المؤمنين إيمانا ناقصا. نعم. ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه. فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى توجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته، وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهة معصيته. والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه. فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى، فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل. يقول الله رحمه الله ما يبين ذلك ما سبق، يعني أن الإنسان يكون مؤمنا ناقص الإيمان إذا فعل الكبائر والمعاصي. مما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه. فإذا كان الإنسان يعرف رب حق المعرفة فإن هذه المعرفة تقتضي حبه، من كان بالله يعرف وتقتضي. وإذا كان يعظم الرب فإن معرفة المعظم يقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف يقتضي خوفه،
فإذا عرف الله حق المعرفة لا بد أن يحبه، وإذا أحب لا بد أن يعمل. المحبة تثمر العمل، الطاعة والالتزام. ولهذا يقول لو كنت تزعم حبه لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. فإذا كان صادق في معرفته لابد أن المعرفة تقضي الحب، والمحبة تقضي الطاعة والالتزام. معرفة المعظم تقضي التعظيم، ومعرفة المخوف تقضي الخوف. إذا كان يعرف أن الله مخوف وأنه يجب أن يخاف لابد أن يخاف، فإذا لم يخاف صارت المعرفة ضعيفة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: النفس فنفس العلم والتصديق بالله، فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسباب الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب. إذا علم كان عنده علم بالله تصديق به وما له من الأسباب الحسنى والصفات العلى، فإن هذا العلم يوجب محبة القلب ويوجب التعظيم والخشية. ومحبة القلب والتعظيم والخشية يوجب إرادة الطاعة وكراهة المعصية. لا بد من هذا. إذا كان صادق في المحبة لا بد أن يكون عنده إرادة للطاعة وعنده إرادة كراهية للمعصية. وإذا كان عنده إرادة جازمة مع القدرة، الإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه. فإذا كان عنده إرادة جازمة على فعل الطاعة، إرادة وقدرة، لا بد أن يفعل الطاعة. فإذا لم يفعل الطاعة دل على أن الإرادة ضعيفة. إذا كان عنده قدرة، عنده قدرة ففي أحد منه، وعنده إرادة لا بد أن يقع المراد. فإذا لم يقع المراد دل على ضعف الإرادة. مثل شخص عنده إرادة لفعل الصلاة وعنده قدرة يستطيع، لا بد أن توجد الصلاة. إذا لم توجد دل على أن إما أن يكون ما في قدرة أو يكون ما في إرادة أو ضعف، فالإرادة ضعيفة. فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرة عليه صلى، فإذا لم يصلي مع قدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. نعم، بهذا يزول. وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عقاب، وكثر النزاع في ذلك. فمن قال لا يعاقب احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف. وفي رواية: فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. نعم، من جرائنا. ومن قال يعاقب احتج بما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. كذا إنه كان حريصا، عند النص الثاني إنه أراد قتل صاحبه. ذكر الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ثاني قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال عندك إنه كان حريصا؟ نعم، إنه كان حريصا. لعلها رواية لأنه كان حريصا وفيه إنه أراد قتل الصاحب. نعم. وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجلين اللذين أوتي أحدهما علما ومالا فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما يعمل فلان. فهما في الوزر سواء. نعم، المؤلف رحمه الله يقول ليبين زوال الاشتباه هذا المقال: أن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عقاب،
أو لا يحصل به عقاب إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا من المعاصي ولم يعمل، هل يعاقب بهذه الإرادة أو لا يعاقب؟ فقال الناس للناس قولان، قيل يعاقب وقيل لا يعاقب. شخص أراد فعل الزنا أو أراد شرب الخمر أو أراد أن يتعامل بالربا ولم يعمل، ما تعامل بالربا ولا زنا ولا سرقة، هل يعاقب أو لا يعاقب؟ يقول المؤلف رحمه الله فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يعاقب. ما دليلهم؟ قالوا دليلهم احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. هذا رواه البخاري رحمه الله، ومؤلف قال رواه الشيخان. نعم رواه الشيخان وغيرهما. هذا الحديث يقول النبي إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. هذا الشخص الذي أراد الزنا والسرقة ما عمل، إنما شيء في نفسه، الإرادة في النفس، إذن لا يعاقب. هذا القول الأول. واستدلوا أيضا بدليل آخر فيما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وفي رواية: فإن تركها فاكتبها له حسنة، فإنما تركها من جرائي، من جرائي يعني من أجلي. هذا الحديث فيه أنه إذا هم بسيئة لا تكتب عليه، وهذا الذي أراد الزنا أو السرقة ولم يعمل هم بسيئة فلا تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها وعملها كتب في 10 حسنات إلى 700 ضعف. والسيئة إذا تركها في رواية قال الله: فإن تركها فاكتبها له حسنة، يعني السيئة، فإنما تركها من جرائي يعني من أجل، إذا تركها من أجل الله يعني خوفا من الله تكتب له حسنة. هذا حجة من يقول إنه لا يعاقب. القول الثاني أنه يعاقب بالهم والإرادة. حجتهم سجوا بما الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وفي رواية إنه أراد قتل صاحبه. فالمقتول عوقب وهو لم يعمل، إنما أراد في نفسه. قالوا: هذا الدليل دليل على أن المقتول على أن الذي يريد السيئة ولا يعملها تكتب عليه، فهذا المقتول قال النبي إنه في النار وما عمل شيء أراد. قال حجتهم. وكذلك استدلوا بالحديث حديث الترمذي على أبي كوشر أن مارف الرجلين الذين أوتي أحدهما علما ومالا فهو ينفق في طاعة الله، ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. فهذا الذي أوتي علما ولم يؤت مالا أراد في نفسه، تمنى أنه لو أعطي مثل فلان لعمل مثله، فحصل له الأجر بالإرادة وبالنية التي في قلبه. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤتي الله علما ولا مالا فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما في الوزر سواء. حديث رواه الترمذي في الزهد وابن ماجه وأحمد والبغوي وغيرهم، فيه أن الثاني لا لم يؤت مالا ولا علما ومع ذلك صار له مثل الذي سبق في الوزر. لماذا؟ في الإرادة فقط. قال: لو أن لي في الإرادة في نفسه وما عمل شيء، فدل على أنه يعاقب بالإرادة. فالمسألة فيها قولان، قيل يعاقب وقيل لا يعاقب، والمؤلف رحمه الله فصل القول في هذا وقال: الصواب إن مجرد الهم لا يعاقب عليه الإنسان، لكن إذا كان هم ومعه وقرنه شيء من الأفعال فإنه عاقب، مثل المقصول الذي كان حريصا على قصة فعل وداء وفعل الأسباب التي تمكنه، كان حريص وفعل ما يمكن إليه وسعى إليه وقتله، لكن غلبه صاحبه فقتله. إذا ما هو بهم وإرادة فقط، بل معه فعل عالج وفعل ولكن غلبه فقتله فقتل. إذا ليس هما وإرادة ولكن معه عمل. وكذلك الذي قال الذي له مثل صاحبه في الأجر والذي مثل صاحبه في الوزر عمل،
تكلم قال لو أن لي نفعت هذا عمل زيادة عن العمى على الإرادة التي في نفسه. فالمؤلف فصلها بين الصواب في هذا المسألة. نعم. والفصل في ذلك أن يقال فرق بين الهم والإرادة، فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله كما ترك يوسف صلى الله عليه وسلم همه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أحمد رحمه الله الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يكن له في هذه القصة ذنب أصلا، أو القضية في هذه القضية. نعم. بل صرف الله عنه السوء والفحشاء. عندك القصة؟ نعم. لا القضية. القضية. ها؟ قضية أصغر. نعم. قضية. نعم. نعم. نحتمل القصة لكن المراد القضية هذه. نعم. ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء، إنه من عباده المخلصين مع ما حصل من المراودة والكذب والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة. ولكن يوسف صلى الله عليه وسلم اتقى الله وصبر، فأصابه الله برحمته في الدنيا. فأثابه الله. نعم. وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة، ولكن يوسف صلى الله عليه وسلم اتقى الله وصبر، فأثابه الله برحمته في الدنيا، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما الإرادة الجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطرة أو تحريك بدن. وبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد. وكذلك الذي قال لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فإنه أراد فعمل ما يقدر عليه وهو الكلام ولم يقدر. فإنه أراد. نعم. قال في نسخة عمل فعل. فإنه أراد إيش؟ نعم. فإنه أراد فعمل ما يقدر عليه. محتمل. أو فإنه أراد وفعل ما يقدر عليه. يكون أحسن. فإن أراد. نعم. فإنه أراد وفعل ما يقدر عليه. يعني معه فعل. نعم. فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام ولم يقدر على غير ذلك. ولهذا كان من دعا إلى ضلاله كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم إذ لا يقدر إلا على ذلك. نعم. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر في الهم والإرادة هل يعاقب أو لا يعاقب، وذكر قولين لأهل العلم منهم من قال يعاقب ومنهم من قال لا يعاقب. قال الصواب أن مجرد الهم الذي ليس معه عمل لا يعاقب عليه، مثل ما فعل مثل يوسف عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. إذا هم خطرات في النفس من دون عمل فلا يعاقب عليه الإنسان، أما إذا كان هم وإرادة معها عمل فإنه يعاقب عليه الإنسان. والعمل يختلف ولو بنظرة، مثلا هم فعلها ثم نظر إلى المرأة نظرة شهوة وتأمل، هذا عمل ولا ما هو عمل؟ عمل. نظر أو حرك رأسه أو تلفظ أو تكلم أو خطأ برجليه أو حرك بدنه، كل هذا عمل. فإذا يقول المؤلف رحمه الله الفرق بين الهم والإرادة، فالهم الذي لا يقصر معه شيء من الأعمال الظاهرة لا عقوبة فيه، فإذا تركه لله أثيب
وإن تركه إعراضا عنه لا يثاب ولا يعاقب. مثل إنسان هم بشيء ثم تركه إعراضا عنه، إن ترك خوفا من الله أثيب، وإن ترك عجزا عنه عوقب كالقاتل، وإن تركه لا خوفا ولا عجزا إعراضا لا يعاقب ولا يثاب. الدليل إن ترك خوفا لله مثل ما حصل ليوسف، كذلك السؤال فحسين أنهم يعودون، إن ترك عجزا يعاقب القاتل المقتل في النار، إن ترك إعراضا وإن ترك خوفا من الله أيضا دليله فإنما ترك من جرائه فاكتبه لا حسنة أيضا، إن ترك لا هذا ولا لهذا إعراضا فإنه لا له ولا عليه. يقول المؤلف رحمه الله هذا قال لنا أحد الهم همان، هم مخاطرات وهم إصرار. والذي كان من يوسف في من يوسف عليه السلام لم يكن له ذنب في هذه الآية، ما عمل شيء، إنما مجرد هم، مع أنه عليه السلام فعل معه من المراودة والكذب والاستعانة بالنسبة وحبسه التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة، ولكن يوسف اتقى الله وصبر فأثابه الله برحمته. أما إذا كان الهم معه إرادة جازمة ففي هذه الحالة لا بد أن يقترب معه فعل ما يقدر عليه، إذا كان عنده إرادة جازمة لا بد أن يقترب معه فعل يفعل ما يستطيع. مثل الإنسان أراد فعل فاحشة امرأة لكن عجز، لكن فعل شيء، فعل ما يستطيع، تطلع نظرة إليها نظرة الشهوة أو تأمل أو مشى برجليه، إذن فعل شيء ولو ما فعل فاحش يصير معصية هذا، أو حرك رأسه إذا كما يستطيع، أو تكلم بكلام أو خطأ، أو حرك بدنه مثل قاتل ومقتول في النار. المقتول ماذا عمل شيء ولا ما عمل؟ عمل، كل واحد اتصارع على كل هذه يقتل الآخر، فالقاتل قتله في النار، والمقتول ماذا عمل؟ عمل شيء ولا ما عمل؟ مشى إليه وأخذ السلاح بيده وأهوى إليه لكن غلبه صاحبه، إذن حصل من عمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن المقتول أراد قتل الصاحب فعمل ما يقتل عليه من القتل وعجز عن حصول المراد. وكذلك الشخص الذي قال لو أن لي مثل ما فلان لعملت مثل ما يعمل فلان، أراد وفعل ما يقدر عليه هو الكلام، قال لو لي مثل ما عملت مثله، فالأول مأجور والثاني مأزور لأنه ما يقدر لا يقدر إلا على هذا. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا كان من دعا إلى ضلاله كان عليه مثل أوزار من اتبع من غير أن نقص من أوزارهم شيئا. لماذا؟ لأنه أراد إغلالهم ففعل ما يقدر عليه وهو دعاءهم لا يقدر على ذلك. الذي يدعو إلى ضلاله عليه أوزار من تبعه، هل عمل شيء ولا ما عمل؟ عمل الدعوة، هل يقدر عليه؟ يقدر على الدعوة، صار يدعو إلى الشر فصار عليه الأوزار. نعم. وإذا تبين هذا في الإرادة والعمل فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، لأن النفس فيها قوتان، قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك والعمل والتصديق به، وقوة الحب للملائم والبغض للمنافي والحركة عن الحس. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث. هذا في الإرادة والعمل، فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، لأن النفس فيها قوتان، قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك والعمل والتصديق به، وقوة الحب للملائم والبغض للمنافي والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة، وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور، وإدراك المنافي يوجب الألم والغم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله إذا تبين أن الإرادة والعمل، وأن الإرادة إذا كان معها عمل يعاقب به الإنسان، وإذا كان مجرد هم فلا يعاقب،
فالتصديق الذي في القلب والعلم فإنه يحصل العمل. إذا كان الإنسان تصديق آمن بالله عنده علم وتصديق القلب فإنه يقتضي عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ المحبة والخوف والرجاء. كما أن الحس يقتضي الحركة الإرادية، كما أن الحس والشعور يقتضي الحركة، لأن النفس فيها قوة، قوة الشعور بالملائم، الملائم والمنافي. عنده الشعور بالذي يلائمه والذي ينافيه، عنده الشعور بالذي يلائمه، فالذي يلائمك مثلا البراد، والذي ينافيك الحق. فإذا كان عندك شعور بالملائم والمنافي تعمل، ايش تعمل؟ يلائمك مثل الحر وينافيك ولا وينافي البر الحر. فأنت إذا كان عندك إحساس وشعور بأنك تريد البرد، ماذا تعمل؟ تعمل، تروح للمكيف، تجلس تحت المكيف، هذه حركة. من جاءت الحركة؟ من الشعور، الشعور بالملائم والشعور بالمنافي والعمل والتصديق وكذا وقوة. فالنفس فيها قوتان، قوة الشعور وقوة الحب للملائم. قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك، وقوة الحب للملائم وقوة البغض للمنافي. عنده هاتان القوتان، قوة الشعور وقوة الحب. إذا كان عنده قوة الشعور وقوة الحب لابد أن يعمل، وإذا كان عنده قوة الشعور وقوة البغض لابد أن يترك. ولهذا قال المؤلف: قوة البغض هو الحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعارضة. وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح. إذا أدرك الإنسان ما يلائمه صار عنده فرح ولذة وسرور، وإذا أدرك الإنسان الشيء الذي لا ينافيه ويبغضه فإنه يوجب عنده الألم والغم. ولهذا يقول المؤلف: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة إن على الإسلام، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه، يعني ينقلانه إلى اليهودية أو النصرانية أو المجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مجتمعة الأعضاء والأحاسيس. هل تحسون فيها من جدعاء؟ لا، تولد مكتملة، ثم بعد ذلك يأتيها الجدع، تقطع يدها أو رجلها أو أذنها. نعم. فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها. ومعرفة الحق تقتضي محبة ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل. لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته. والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها لكن بلا علم، فهم ضلال. هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة به. وينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى، فلا يبقى في الحقيقة لهم معرفة نافعة ولا قصد نافع، بل يكونون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالإيمان الذي في القلب لا يكون إيمانا بمجرد ظن تصديق، بمجرد تصديق دون ظن. نعم. فالإيمان الذي في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من وموجبه، ليس عمله معه عمل القلب وموجبه. الموجب بفتح الجيم الثمرة، وأما الموجب بكسر
الجيم المقتضي، والمراد هنا الثمرة، ثمرة التصديق هي المحبة. نعم، وليس المراد أن التصديق والذي يسمع مع التصديق هو الذي يجب، بل التصديق الذي معه عمل يكون له ثمرة، ثمرته هي المحبة. نعم. وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب، وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما تظنه طائفة من الناس. فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهودة مثل قوله: الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، والسماء فوق الأرض، مجيبا صدق، وصدقنا بذلك. ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا، حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر آمنا له، وللمخبر به آمنا به، كما قال إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمقر لنا ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب. ومن قوله تعالى: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وقوله تعالى: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقوله تعالى: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي أقر له. نعم، يقول مالك رحمه الله: القلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام. فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له. لو تركت من غير مؤثرات الخارجية للخير وغير مؤثرات الخارجية للشر أمالت إلى الخير، هذا مع الفطرة. لو ترك الإنسان نفسه من غير مؤثرات خارجية للخير ولا للشر مال إلى الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود على الفطرة. فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا، لكن يعرض لها ما يفسدها، يعرض ما يفسد لها الفطرة. ومعرفة الحق تقتضي محبته، إذا عرف الحق لابد أن يحبه. ومعرفة الباطل تقتضي بغضه. لماذا؟ لأن الفطرة فيها حب الخير وبغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها. الذي يفسد الفطرة ما هي؟ نوعان: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تصدها عن التصديق بالحق، وإما شهوة تصدها عن اتباع الحق. فالشبهة تصرف الإنسان عن التصديق فلا يصدق الحق، والشهوة تمنع الإنسان من اتباع الحق والعمل به. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى أمرنا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن ندعو بهذا الدعاء، وهذا أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء. أعظم دعاء وأجمع دعاء هو هذا الدعاء في الفاتحة. وحاجة العبد إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس التي تردد بين جنبيه. لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات الجسد، والموت لا بد منه. وإذا مات الجسد والقلب سليم فلا ضره، الموت لا بد منه. لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار، والعياذ بالله. والله تعالى قسم الناس في هذه في سورة الفاتحة ثلاث أقسام: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. فالمنعم عليهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، يعلمون الحق ثم يعملون به. ومغضوب عليهم وهم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، كاليهود وأشباحهم، عندهم علم لكن ما عندهم عمل. ومن فسد من علماء هذه الأمة فإنه فيه شبه من اليهود. والقسم الثالث: عندهم عمل لكن ما عندهم علم، يتخبطون في دائرة الظلمات كالنصارى وأشباههم من الصوفية وغيرهم. ولهذا أمر الله أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون.
لماذا؟ لأن اليهود يعرفون الحق لكن لا يعملون به كما يعرفون أبناءهم. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه. لماذا؟ ما الذي منعهم؟ قال: لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته. والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية يتدعوها، لكن ما عندهم علم، بلا علم فهم ضلال. وهذا في الغالب، في الغالب على النصارى الضلال، وإلا فيهم علماء. والغالب على اليهود العلم بدون عمل، وإلا فإن اليهود كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمون الكتاب إلا مجرد التلاوة. يقول المؤلف رحمه الله: هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح. من هم؟ اليهود عندهم معرفة لكن قصدهم فاسد، عندهم قصد فاسد. وهؤلاء لهم قصد في الخير لكن ما عندهم علم، وهم من؟ النصارى. وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة الله. ومن فسد من علماء هذه الأمة صار فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عباد هذه الأمة صار فيه شبه من النصارى. يقول المؤلف رحمه الله: وينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى. ظن واتباع الهوى مع قصد سيء عند اليهود ومع جهل عند النصارى، ينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى، فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع. ما في معرفة نافعة ولا قصد نافع، بل يكون كما قال الله عن مشركي الكتاب: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا قاله الله عن الكفرة. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء والعياذ بالله ما انتفعوا بقلوبهم ولا بأعينهم ولا بأسماعهم، وإن كانوا ينتفعون بها في أمور الدنيا لكن ما انتفعوا بها فيما ينفعهم في الآخرة. يقول المؤلف رحمه الله: فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل كما يقوله الجهمية، بل لا بد يكون إيمان تصديق معه عمل القلب، وموجب هذا العمل وهو الثمرة، وهي الثمرة وهي المحبة، محبة الله ورسوله. كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، فكذلك لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل وموجب العمل وهو المحبة، بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هي المحبة والخشية والإنابة. يقول المؤلف رحمه الله: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس. يعني الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق، لو كان الإيمان مرادفا للتصديق لكان المؤمن هو المصدق والكافر هو المكذب، لكن ليس مرادفا له، لأن الإيمان يكون الكفر يقوم بالتصديق بالتكذيب وبغير التكذيب، وبغير التكذيب يكون الكفر بالتكذيب، ويكون بالإباء، ويكون بالاستكبار، ويكون بالإعراض، ويكون بالظن والشك. فليس الإيمان مرادفا للتصديق كما أظنه طائفة من الناس. لماذا؟ بين المؤلف رحمه الله الفرق بين لفظ التصديق، بين الإيمان والتصديق، فقال: فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهودة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض مجيبا: صدقت وصدقنا بذلك. ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمقر لنا ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب. إذن بعض الناس يظن أن لفظ الإيمان مرادف التصديق. قال المؤلف رحمه الله: لا، هناك فرق. التصديق يستعمل في كل خبر، والإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن الشيء الغائب. التصديق يستعمل في الخبر عن الغائب والحاضر والمشهود، والإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. يقال لمن أخبر بالأمور المشهودة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض، هذه مشاهد كل واحد شيء، ماذا تجيب؟ تقول صدقت وصدقنا، لكن هل تقول آمنت لك؟ إذا قال الواحد نصف الاثنين تقول آمنا لك؟ لا، السماء فوق الأرض تقول آمنا لك. ترى الإيمان يستعمل في الشيء الغائب، إذا أخبرت عن شيء غائب تقول آمنت لك، وإذا أخبرت عن شيء حاضر تقول صدقت.
ولا يقال آمنا لك من قال السماء فوقنا ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به، كما قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب لما أخبروه أن يوسف أكله الذئب ماذا قالوا؟ فقالوا وما أنت بمؤمن لنا، ما قالوا وما أنت بمصدق لنا، لماذا؟ لأنهم أخبروا عن شيء غائب ولا عن شيء حاضر؟ عن شيء غائب، أي بمقر لنا ومصدق لنا لأنهم أخبروا عن غائب. ومنه قوله تعالى عن قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أنؤمن لك فيما أخبرت عن شيء غائب، ما قال أصدق لك. وقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، لأنه يعني يخبرهم عن غائب. وقول أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، قوم فرعون، يعني أنؤمن له في شيء فيما أخبرنا به من الأمور الغائبة. وقول تعالى أنؤمن وقول تعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، الله عادي عن موسى، إن لم تؤمنوا لي فيما أخبرتكم به من الغيب، وقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ثم بين المؤلف بعد ذلك سيبين أن الإيمان يفارق التصديق لفظا ومعنى، لعل نقف على هذا. وفق الله جميعا طاعته ثبته وجميعا.